حضراتكم شايفين ماذا، او زي ما حضراتكم دائما بتتساءلوا، ماذا فعل النادي الاهلي خلال السنتين الاخيرتين؟ النادي الاهلي خلال السنتين الاخيرتين، وانا هتكلم على السنتين اللي فاتوا بس، مش هتكلم على اللي قبل كده، ولكن خلينا نتكلم على الاخر سنتين. النهارده تحديدا ثلاث خطابات من النادي الاهلي راحت اولا للاستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ثاني خطاب الاستاذ الكاتب الكبير الاستاذ مكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، ثالث الخطابات او هناك ثلاث بلاغات تم تقديمها للسيد النائب العام المستشار حماده الصاوي بخصوص حفظ حقوق النادي الاهلي وردع كل التجاوزات التي تحدث. ده اللي حصل النهارده بس، لكن اللي حصل قبل كده ايه؟ وهقرا لحضراتكم دلوقتي خطاب النادي الاهلي الموجه للاستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس الشعب. ولكن النادي الاهلي عمل ايه السنتين اللي فاتوا دول؟ النادي الاهلي خاطب اللجنه الاولمبيه بالعديد من الخطابات الرسميه للحفاظ على حقوق النادي الاهلي وردع المتجاوزين. النادي الاهلي بعت لاتحاد كره القدم السابق، حضراتكم فاكرين السابق اللي هو اللي كان فيه المهندس هاني ابو ريده وبقيه الاعضاء اللي متواجدين، النادي الاهلي بعت لاتحاد كره القدم السابق وبعت ايضا للجنه الخماسيه التي تدير الاتحاد المصري لكره القدم العديد والعديد من الخطابات للمطالبه برد التجاوزات التي تحدث في او ضد النادي الاهلي خلال الفتره السابقه. ايضا هناك بعض المؤسسات، كل جهات الدوله وكل مؤسسات الدولة النادي الأهلي خاطبهم واتكلم وبعت جوابات رسمية، مش مجرد كلام بنقوله، جوابات رسمية اتبعتت لكل جهات الدولة زي ما قلت لحضراتكم، اللجنة الأولمبية، اتحاد كرة القدم السابق، اتحاد كرة القدم أو اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري الآن، وكل جهات الدولة. طيب هو النادي الأهلي بيعمل كده ليه؟ النادي الأهلي بيعمل كده لأن النادي الأهلي عنده مجلس إدارة واعي دائما ما يحافظ على وحدة الصف المصري الواحد، وحدة الصف المصري الواحد. مش عايزين ندخل فتن، مش عايزين نعمل إثارة بلبلة، ولكن في نفس الوقت محدش رد علينا لغاية دلوقتي، محدش قال لنا يا جماعة والله هيتم اتخاذ الإجراءات القادمة كذا وكذا وكذا وكذا، ما حصلش لغاية اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم دي، محدش بعت أي رد من كل هذه الجهات اللي أنا اتكلمت فيها مع حضراتكم.